الحصة سنتكلم عن خاصيات القوى، خاصيات القوى. هناك مجموعة من الخاصيات. عندنا الخاصية الأولى جداء قوتين لهما نفس الأساس، عندهم نفس الأساس، أس إن ضارب أس إم تساوي. إذا هذه الأساس ديالها هو أ، القوة الأساس ديالها هو أ، القوة الأساس ديالها هو أ. إذا نحتفظ بالأساس، نحتفظ بالأساس، ثم نجمع الأسين إن زائد إم. إذن هذه هي الخاصية الأولى. مثال، مثلا 7 + 13 زائد 7 + 5. إذن العدد اللي كيلعبنا الدور ديالها هو 7. 7 7، إذن عندنا الضرب ضارب، ما هي ديال الضرب؟ 7 + 13 ضارب 7 + 5. العدد اللي كان الدور ديال أ هو 7، العدد اللي كان الدور ديال إن هو 13، الدور ديال إن هو 5. إذا نحتفظ بعدد 7، نجمع الأسين 13 + 5 تساوي 7 + 5 = 18. إذا هذه الخاصية الأولى. ننتقل الآن إلى الخاصية الثانية، جداء قوتين لهما نفس الأس. إذا في الحالة عندهم نفس الأس، أس إن ضارب ب أس إن. القوة الأولى الأساس ديالها هو أ، الأس ديالها هو إن. القوة الثانية الأساس ديالها هو ب، الأس ديالها هو إن. إذا قوتين عندهم نفس الأس اللي هو إن. في هذه الحالة نقوم بجداء الأساسين أ ضارب ب بين قوسين أ ضارب ب، ثم نحتفظ بالأس هو إن أ ضارب ب بين قوسين أس أس إن. شوفوا مثال 2 ضارب 3 + 7. إذن هذه القوة، عدد القوة 2، العدد اللي كان الدور ديال أ هو 2، كان الدور ديال إن هو 7، العدد اللي كان الدور ديال بي هو 3، العدد اللي كان الدور ديال إن هو 7. إذن هنا هذه القوة الأساس ديالها هو 2، هذه القوة الأساس ديالها هو 3، إذا مختلف المكان هو نفس الأس. إذن هنا نديرو بين قوسين 2 ضارب 3 بين قوسين 7. 7 خارج الأقواس، 7 خارج الأقواس، 2 × 3 هي 6 و7. القاعدة الثالثة هي جداء قوة أساسها قوة. إذن يمكن أن نسميها قوة قوة أو قوة أساسها قوة. يعني أس إن هذه قوة، تكون الأساس ديال واحد القوة الثانية اللي هي إم. إذن إلا خدينا أس إن بين قوسين أس إم، أس إن هذه القوة الأولى، الأساس ديالها هو أ، أس ديالها هو إن. هاد أ أس إن غيصبح الأساس ديال القوة اللي في الاستيلاء هو إم. إذا هنا كنحتفظو بالأساس الأول اللي هو أ، ثم نعمل جداء الأسين إن ضارب إم ضارب إم. شوفوا مثال 4 + 8 بين قوسين 5.
العدد هذه قوة أساسها قوة ثانية. العدد اللي كعب من الطور ديال أ هو ناقص 4، اللي كعب من الطور ديال إن 8، العدد اللي كعب من الطور ديال إن هو 5. إذا نحتفظ بعدد أ هو ناقص 4 ثم 8 ضرب 5 تساوي ناقص 4 ونصف. 4 8 في 5 هي 4. ثم الخاصية الرابعة خارج قوتين لهما نفس الأساس. نفس الأساس خارج قوتين لهما نفس الأساس أس إن على أ أس إن أس إن على أ أس إن تساوي. إذا القوة اللي عرفنا في البسط أ أس إن أس ديالها هو أ أس ديالها هو إن، عندنا في المقام أ أس ديالها هو أ أس ديالها هو إن، إذا نفس الأساس. إذا كنحتفظ بالأساس أهو، نحتفظ بالأساس ثم نأخذ الأس ديال القوة الأولى اللي عندنا في البسط إن، نقسم منها الأس ديال القوة اللي عندنا في المقام اللي هو إم. مثال ثلاثة أس 9 على 3 أس 5. إذا أ أس إن هذا كم الطور ديال أ هو 3، كم الطور ديال إن هو 9، كم الطور ديال إن هو 5. نحتفظ بالعدد 3 ثم عندنا إن إم يعني الأس اللي عندنا في الوسط ناقص الأس اللي عندنا في المقام تساوي 3 أس 4. ثم القاعدة الخامسة خارج قوتين لهما نفس الأس يعني أ أس إن على بي أس إن. إذن هذه القوة اللي عندها في الوسط الأساس ديالها هو أ الأس ديالها هو إن، المقام الأساس ديالها هو أ الأس ديالها هو إن، إذا عندهم نفس الأس. إذن هنا كنديرو الخارج ديال القوة ديال الأساسين أ على بي بين قوسين أس إن. إذن هذا كامل أ على بي، تلبس المقام كامل بين قوسين أس إن. مثال مثلا أربعة عشر أس 7 على مثال 7 أس 7 تساوي تم 14 7 بين قوسين 7. 14 مقسومة على 7 هي 2 أس 7. إذا هذا هو خاصية ديال القوى.